الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ من أول سورة البقرة، ونصل إلى الآية التي وقفنا عندها في درسنا الماضي لنتابع الشرح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. أظن أننا وقفنا عند نهاية الحديث عن هذا الفريق الثاني، وهو فريق الكافرين. وهنا يبدأ البيان الإلهي في الحديث عن الفريق الثالث، وهو فريق المنافقين، ويطيل البيان الإلهي في الحديث عن هذا الفريق أكثر مما أطال وذكر عن الفريق الأول والثاني. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. هذا حديث عن المنافقين، ويعرف البيان الإلهي المنافقين بهذا التعريف البسيط الواضح: من الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا هو تعبير أو هذا تعريف المنافقين، أي هم أولئك الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. يقولون للمؤمنين الذين بين ظهرانيهم: نحن مؤمنون بالله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن باليوم الآخر. يقولون هذا بأفواههم، ولكن قلوبهم تنطوي على خلاف ذلك. وأساس الإيمان مركزه كما تعلمون القلب، واللسان شاهد أو مصدق. نعم، الإيمان القلبي من ضروريات مقصد الدين، أما النطق بالشهادة فمن حاجيات هذا المقصد. يعني ممكن للإنسان أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر أركان الإيمان، ويمضي حياته كلها لا ينطق بالشهادة، ويكون عند الله مؤمنا.
يعني لا ينطق بالشهادة لأن أحدا لم يسأله ربما، يعني لم يمنع لسانه من النطق بها استكبارا، أما إذا استكبر لا، إيمانه القلبي لا معنى له. طيب هؤلاء بالعكس يشهدون أن لا إله إلا الله، تنطق ألسنتهم بأركان الإيمان والإسلام وما إلى ذلك، ويسعون إلى تطبيق أركان الإسلام، وربما يسابقون وينافسون المؤمنين في ذلك، لكن قلوبهم نعم خاوية وخالية عن الإيمان بالله عز وجل. وقلنا ذلك بالأمس في درس الاثنين، ودأب هؤلاء أن يغطوا أنفسهم بماذا؟ بالأعمال الإسلامية، فتجد أنهم يسابقون المسلمين إلى شهود الجمعات والجماعات والعبادات، وإذا دعا داعي الجهاد تجد أنهم يسارعون أيضا إلى الجهاد. نعم، فسألني أحدهم هل يخرجون؟ طبعا، غزوة المريسيع كان وجود المنافقين فيها وجودا بارزا، وهم الذين أثاروا الفتنة التي أثاروها. نعم، عبد الله بن أبي بن سلول كان موجودا في هذه الغزوة. قد يقول قائل طيب والله اشتراك المنافقين في الجهاد إن دل على شيء فإنما يدل على صدقهم، لأنه هذا معرض لأن يعني يهلك نفسه أو معرض للقتل. لا، هؤلاء يعني من الحفق بمكان، يحضرون الجهاد ويتوقون في الوقت ذاته يعني أسباب الهلاك أو ما إلى ذلك. لماذا؟ من أجل أن ينالوا المغانم، لا سيما في عصر الرسول، وجدوا أن دائما المسلمين هم الذين ينتصرون، ثم إنهم ينالون بعد ذلك مغانم، إذن لماذا لا ينالون معهم؟ نعم، فهذا معنى المنافق. وهنا ينبغي أن نعلم الفرق بين من يسمون المنافقين ومن يسمون الزنادقة، فرق بين الزنديق والمنافق. المنافق هو الذي يكتم الكفر ويظهر الإيمان بلسانه وربما بسلوكه ولا يزيد على ذلك. نعم، يفعل هذا من أجل أن ينال مغانم المسلمين، ومن أجل أن يحظى بالأمن والطمأنينة مع المسلمين وإلى آخر ذلك. أما الزنديق فهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإسلام، ولكنه يجعل من هذا الوضع وسيلة للكيد للمسلمين، يعني لا يكتفي بأن يفعل ما يفعله المنافقون، يزيد على ذلك، هو منافق وزائد. ما الزيادة التي يزيد بها المنافق؟ أنه يسعى سعيه بأسلوبه الخاص للكيد وللإيقاع بالإسلام والمسلمين. هو يعني بحسب الظاهر مسلم، الأنظار لا تتجه إليه، الرقابة بعيدة عنه، فينظر بمجرد ما يجد أن الفرصة سانحة له يفعل ما يمكن أن يكون إساءة للمسلمين، فإذا لوحق رأسا تاب وأظهر التوبة وأظهر الاعتدال وما إلى ذلك. هذا يسمى زنديقا. وبعض الفقهاء قالوا الزنديق لا تقبل توبته، لأنه يتخذ من التوبة نفسها وسيلة يعني كر وفر. نعم، كلما وجد أن الأنظار اتجهت إليه أظهر التوبة والالتزام والاستقامة، فإذا غابت الأعين عنه عاد إلى وسيلته الحرب، وحربه ليست معلنة، حرب خفية. نعم، بث الشكوك، بث الرياب، إثارة الفتن ونحو ذلك. نعم، ونحن ممن يرى أن عباد الله جميعا باب التوبة مفتوح أمامهم،
زنديق أيا كان تاب إلى الله، نحن نقبل توبته بحسب الظاهر، ولكن علينا أن نراقبه في الوقت ذاته، علينا أن نراقبه. طيب، إذن هذا معنى المنافق، وبهذا يعرفه لنا بيان الله عز وجل. يقول: ومن الناس، أي بعض الناس، من للتبعيض، الناس الألف واللام للجنس، من الناس عموما، نعم، من يقول آمنا بالله. من الناس ناس، يعني من تعبير عن الموصوف، من الناس ناس يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإذا أقول للمهتمين باللغة العربية أن من ليست موصولة هنا من للتنكير، ومن تسمى أداة موصوف، يعني أصلها ومن الناس ناس، نعم، وكلمة ناس أصلها أناس، والكلمة مأخوذة من الإنسان، نعم، جمعها أناس وأناسي، خففت فقيل ناس. ومن الناس، منهم من الناس من، أناس يعني ناس، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. وأصول الإيمان هذان الشطران: الإيمان بذات الله وما يتبعه من الرسل والكتب، نعم، الشطر الثاني الإيمان باليوم الآخر وما يتبعه أيضا، هذا هو الإيمان. والحال: وما هم بمؤمنين. ما هم بمؤمنين، كان ممكن يقول وما هم مؤمنين، لكن إدخال الباء إلى اسم الفاعل اللي هو مؤمنين للمبالغة، وما هم بمؤمنين يعني نفى أصل الإيمان نهائيا عنهم. تقول فلان ليس عالما، وتقول أيضا فلان ليس بعالم، أيهما أبلغ؟ ليس بعالم، نعم. وما هم بمؤمنين، طيب عندما تحدث عنهم قال عنهم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لماذا عندما وصف الباري عز وجل موقفهم بالكذب لم يقل وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر؟ ملاحظين؟ يعني بحسب الظاهر لازم الرد يكون مثل الادعاء، هم يدعون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر، الباري عز وجل قال وما هم بمؤمنين، يعني لازم يقول بالله وباليوم الآخر، لكن ما قال هيك، قال وما هم بمؤمنين. لماذا حذف المتعلق؟ إما للعلم به، لأنه قبل شوي قال آمنا بالله وباليوم الآخر وما في داعي يحكي، أو وهذا أيضا إلى المعنى الثاني وارد إلى جانب المعنى الأول للتعميم، وما هم بمؤمنين، حذف مفعول مؤمنين للتعميم، يعني وما هم بمؤمنين لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بغير ذلك، جنس الإيمان موجود عندهم. فمن أجل هذا حذف مفعول مؤمنين، نعم، وما هم بمؤمنين. طيب لك ليش كانوا يعملوا، شو الهدف من ذلك؟ جاء الجواب: يخادعون الله والذين آمنوا. يخادعون الله والذين آمنوا، أي موقفهم الذي يدعوهم إلى هذا هو موقف المخادعة. ما هو الخداع؟ الخداع أن يمكر الإنسان بصاحبه ويظهر أو يظهر له أنه لا يقصد مكره، يخطط لمكره لكن يريه أنه يريد به خيرا لا يريد به شرا وأنه مخلص معه. هذه الطريقة ماذا تسمى؟ خداع، نعم. إذن الخداع هو أن
يري الإنسان صاحبه من نفسه أنه مخلص له ومستقيم ويريد به خيرا، وهو في الواقع ماذا يصنع؟ نعم، يريد له الكيد. إذن هذا مخادع. ممكن واحد يعني يكيد للآخر وما ينقل عنه مخادع، يكيد له بالمكشوف، هو يكيد ولكنه لا يخادع. أما الذي يكيد ويظهر أنه محب وأنه مخلص وأنه لا يفعل له إلا ما فيه الخير، هذا يسمى مخادع. طيب، يخادعون الله. لاحظوا أيها الإخوة الإشكال هنا، ما قال يخدعون الله، قال يخادعون الله. يخادعون على وزن يفاعلون، فيها معنى الاشتراك، معروف لما بتقول فلان يخدع صاحبه يعني بس هو يعني يخدعه، هذاك ما عنده خبر. لما بتقول يخادع صاحبه يعني صاحبه عم يخدعه وهو عم يخدعه، اثنيناتهم عم يخدعوا بعض. بهذه الحالة ماذا تقول؟ يخادعه. طيب، الباري عز وجل يقول يخادعون الله، ووزن يفاعلون بما فيه معنى الاشتراك، فدل هذا على أنهم يمكرون. ذكرت لكم معنى الخداع، يمكرون بالنسبة لتعاملهم مع الله عز وجل، والله أيضا يخادعهم يخدعهم، هذا يصير معنى الاشتراك. فالعبارة هكذا تدل، يعني هم يخدعون الله والله أيضا يخدعهم، ولذلك قال يخادعون، صار في اشتراك. معقول؟ أما أن يخادع، أن يخدع المنافق أو الكافر ربه فهذا وارد بحسب الظاهر يعني، أما الباري عز وجل لا يخدع. فكيف جاءت الصيغة هنا يخادعون التي تدل على الاشتراك؟ طيب، الجواب عن هذا هو أنهم لما اتخذوا هذا الموقف وهو إظهار الإيمان والالتزام للرسول الله وللمؤمنين ولله عز وجل، وهم في الواقع ونفس الأمر ليسوا كذلك، عرفوا أنفسهم أنهم يخدعون الله، وهم يتصورون في الوقت ذاته، يتصورون أنه الباري عز وجل عم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقبل ظاهرهم، أنتم مسلمين طيب نقبلكم مسلمين، وأن يعتبرهم رسول الله مسلمين، ولكنهم يعلمون أنهم عند الله عز وجل يوم القيامة ليسوا بمسلمين. فهؤلاء يعلمون أن رسول الله عندما يعتبر عبد الله بن أبي بن سلول من المسلمين، عبد الله بن أبي بن سلول يعرف أن النبي عرفان شو هو، فشو بيقول لحاله؟ إنه مثل ما أنا عم بخدعه وهو عم يخدعني، مثل ما أنا عم بخدعه وبعمل حالي مسلم وأنا مالي مسلم، يعني هو كمان محمد عليه الصلاة والسلام عم يخدعني، عم يلي أهلا وسهلا وطيب وأنت مسلم وكذا، لكن عم يعرف أني أنا مالي هيك، فهو عم يخدعني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يفعل هذا، يفعل هذا بأمر من الله. إذن الباري عم يخدعه، هو هكذا يتصور. إذن فالصورة، الصورة أن هؤلاء المنافقين يخدعون الله، وأن الله عز وجل في الوقت ذاته يخدعهم لأنه يقبل على نيتهم، لكنه نعم ينظرهم ليوم لا ريب فيه. لذلك جاءت العبارة يخادعون الله، أي في هذا التصور يعني في الصورة. أما الواقع فالله سبحانه وتعالى لا يخدع، وهم أقل من أن يخدعوا الله عز وجل، لأنه إمتى بنقال
فلان خدع ونجح في خدعه، لما هذاك الثاني مسكين ما بيحس، بيصدق انه ما بيريد له الا الخير ومخلص معه وبيوده وبيحبه وبيكون عم يحفر له واتاخذ. ساعتها من قال انه هذا خدع ونجح في خدعه. فهل المنافقون ينجحون في خدعهم؟ لا، لكن من قله تعالهم هكذا يتصورون. اما الله عز وجل فصورة كذلك، صورة انه الباري عز وجل طيب ماشي الحال، انتم مسلمين اهلا وسهلا فيكم، حقوق الاسلام تاخذوها انتم كمان، نعم، لكن الحقيقة ان لهم موقفا اسوأ من الكافرين، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. نعم. طيب، اذا عرفنا معنى يخادعون، ليش ما قال يخدعون؟ يخادعون الله والذين آمنوا، نفس الكلام، يخادعون الله عز وجل في معاملتهم مع الله، ويخادعون الذين آمنوا عندما يقولون للمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله نحن مؤمنون، أعطونا زكاة أموالنا، نحن مؤمنون، اقسموا لنا من الغنائم، نحن مؤمنون، نعم، أعطونا كل الحقوق الإسلامية، بيقول تفضل حبا وكرامة. ها، إذن لكان بتصورهم أنه قدروا يخدعوا المؤمنين. نعم، إذن هذا معنى قولي يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن الله رد عليهم فقال وما يخدعون إلا أنفسهم. تعالوا نسأل، لماذا هناك قال يخادعون وهنا قال وما يخدعون؟ لماذا لم يقل وما يخادعون إلا أنفسهم؟ بده السؤال ولا ما بده؟ كلمتين من جنب بعض، مفروض ما دام بالأول الآية قال يخادعون الله، يعني صيغة المشاركة، مفروض أنه كمان بعدين يقول وما يخادعون إلا أنفسهم. فما الجواب؟ قلت لكم إن وزن يخادعون يأتي للمشاركة، والمشاركة إنما تكون بين اثنين. طيب لما بيقول وما يخدعون إلا أنفسهم، الخادع والمخدوع صفة واحد، وما يخدعون إلا أنفسهم، فغلط أن يقول وما يخادعون إلا أنفسهم، يعني هو واحد، فليس هنالك خادع ومخدوع. في الحالة الأولى فيه بحسب الظاهر الصورة، منافق والباري عز وجل، المنافق والمؤمنون، فالمشاركة في الخداع تقتضي كلمة يخادع. أما عندما يتبين لهذا الإنسان أنه ما ظلم إلا نفسه، وما أوكت، يعني ما حفر إلا لنفسه هذا الكمين، وما أساء إلا لنفسه، إذن هو خدع نفسه. لذلك جاء التعبير هكذا وما يخدعون إلا أنفسهم، لا يستطيعونهم أم يمكروا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكرهم صورة، ومكر الله عبارة عن عقاب على مكرهم. وقد ذكرنا في دروس مضت ونحن نشرح دروسنا تحت اسم لا يأتيه الباطل، لأنه في ناس قالوا شوفوا القرآن الإله المسلمين بيقول عن حاله ماكر، والواحد منا بيهرب من الكلمة سفر سنة. لا، يلي بيتعلم اللغة العربية وبيعرف اللغة العربية ما بيحكي هالكلام، أما الأعجمي أو اللي عامل حاله أعجمي بيحكي. قلنا ومكروا، أي بحسب الظاهر ظنوا أنهم يمكرون بالله عز وجل مثل هذول. ثم قال ومكر الله، شو يعني مكر الله؟ أي أراهم عاقبة مكرهم، فارتد المكر الذي وجهوه إلى الله ظاهرا إلى صدورهم. نعم، الصورة أنه المكر اللي فعلوا ارتد إليهم، أي ما هذا هو المقصود، هو مكر الله، والله خير الماكرين، أي مكر الله ليس مكر سوء،
مكر الله عز وجل إنما هو العقاب الذي يواجه به الذين يستحقون هذا العقاب. طيب، فهنا ربي عز وجل يقول هيهات أن يستطيع المنافق خداع الله عز وجل، إنهم أخيرا سيعلمون أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم. عبد الله بن أبي بن سلول عاقبته شو كانت؟ مين اللي خدع ومين اللي خدع؟ الباري سبحانه وتعالى أراه عاقبة مكره وخداعه. مكر وخداع طبعا واحد، المكر يكون خفيا، أما المكر الذي يغطى بالحب والاستقامة هذا هو الخداع. نعم. ثم قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ألا يشعر المنافق أنه منافق؟ بلا يشعر. ألا يشعر المنافق بأنه يعني بحسب ظنه بحسب تصوره يخدع الله؟ نعم يشعر. إذن ما هو الشيء الذي لا يشعرون به؟ قال وما يشعرون. ما يشعرون العاقبة التي سيؤولون إليها، ما يشعرون أن مرد هذا الخداع إليهم وأنهم سيبوؤون بالمكر الذي يخططون له. هذا معنى كلام الله عز وجل. وما يشعرون مو يعني ما بيشعروا بمكرهم، عارفين الحال شو عم يساووا، مو يعني ما بيشعروا أنه بيتصوروا أنه رب العالمين كمان عم يخادعهم مثل ما هو عم يخدعهم، لا، لكن معنى وما يشعرون أي ما يشعرون أن عاقبة نفاقهم وعاقبة خداعهم هذا أو عاقبة مكرهم هذا ستؤول وتعود إليهم بالشقاء والسوء. هذا ما لا يعلمون. طبعا لو عرفوا لتابوا ولا آبوا إلى الله سبحانه وتعالى. مثل المجتمعنا اليوم، المجتمعات الإنسانية حتى الإسلامية فيها كثير من النفاق والمنافقين. المجتمعات العالمية اليوم، الناس الذين يعيشون فوق هذه الأرض فيهم كفرة وفيهم مسلمون، الأنواع الثلاثة اللي ذكرهم البيان اليوم موجودون دائما، وفيهم المنافقون. هؤلاء المنافقون يمكرون ويخططون ويخدعون، نعم، ولكنهم لا يشعرون بعاقبة خداعهم. أكيد يعني يتربصون سوءا بالمسلمين، يتربصون سوءا بإسلامهم. الخطط التي تحاك للكيد للإسلام وليشفي أعداء الإسلام غليلهم، نعم، التاريخي، وليشفوا ثأرهم التاريخي الرابص والراقد بين جوانحهم، شغلة كبيرة. لكن الشيء الذي لا يدركونه هذا هو الذي يقوله الله عز وجل، لا يشعرون أن عاقبة مكرهم سترتد إليهم. العاقب الأخير، الرصيد الأخير، أن هذا المكر الذي يمكرونه سيعود بالوبال عليهم. خداعهم لأنفسهم، هذه هي الحقيقة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس المصير. نعم، وهذا مكرر في كتاب الله، العاقبة الأخيرة الأخيرة. ثم قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآن يحلل البيان الإلهي نفسية المنافقين، كأن سائلا يقول طيب فيما اتخذوا هذا الموقف؟ لماذا؟ كان الجواب التالي: في قلوبهم مرض. ما المرض الذي يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى؟ الباري عز وجل يعني المرض الذي يعبر عنه في كثير من الآيات الأخرى بباطن الإثم
وذروا ظاهر الإثم وباطنه. المرض الذي في قلوبهم مرض الحسد، مرض الحقد، مرض الضغينة، مرض حب الدنيا والتكالب على المال. نعم، هذه الأمراض مجتمعة هي التي تولد النفاق، هي التي تقود هذا المريض إلى النفاق. الحاقد على المؤمنين، الحاسد، نعم، المغتاظ بسبب نصر الله عز وجل للمؤمنين وانحجاب النصر واحتجاب النصر عنهم، هذا الإنسان شو بيكون؟ حاقد. طيب كيف بده يشفي غليل حقده؟ بالكيد. كيد هذا الإنسان شر من كيد الكافر الصريح بالكفر. نعم، هذا الإنسان حسده، هو يعلم أنك على حق، يعلم أن الإسلام حق، لكنه يضيق ذرعا بهذا الإسلام، يضيق ذرعا بأن هؤلاء المسلمين هم الذين يفوزون بسعادة الدنيا والآخرة، فيلتهب الحقد في نفوسهم. هذا الحقد هو المرض الذي يعنيه بيان الله، ومن ثم هذا الحقد يجعلهم يتظاهرون بأنهم مسلمون ليندسوا في صفوف المسلمين وليتخذوا أماكنهم كمنطلقات للإساءة ولحرب الإسلام، لو كانوا في الخارج لا يستطيعون. نعم، فهذا المرض المتوضع بين جوانحهم هو الذي دعاهم إلى النفاق. نعم، نحن نعلم أنه نابليون أعلن إسلامه لما دخل مصر، عمل مسلم، أعلن إسلامه وأظهر إعجابه بالإسلام وما إلى ذلك من هذا القبيل. لماذا فعل ذلك؟ لحقده على الإسلام والمسلمين، ولرغبته في أن يتربص بالمسلمين سوءا، وأن يجتث شأفة المسلمين في دار من أجل دور المسلمين معروفة بأزهرها وما إلى ذلك. شلون بده يشتغل الشغلة؟ بأنه يعمل حاله مسلم حتى البقية كلاتهم يتعلقوا فيه، يصيروا جنود له ويفرحوا فيه، وبعدين بقى يفعل فعله من وراء الستار. هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل. وهنالك آخرون أيضا على مر التاريخ أثناء الحروب التي قامت بين المسلمين وغيرهم. نعم، ودائما نحن نتهم بأن المسلمون هم الذين يمتشقون سيوفهم لإجبار الناس على الإسلام، والحقيقة العكس من ذلك تماما. نعم، ما امتشق المسلمون سيوفهم يوما من الأيام إلا لإيقاف هؤلاء الحاقدين وهؤلاء الكائدين عند حدودهم، إما لأنهم رأوا بأعينهم نعم العدوان المتجه، أو علموا الخطط التي تحاك، مثل هارون الرشيد. نعم، علم أن هنالك خطة نعم يرسمها نقفور ملك الروم آنذاك للإيقاع بالمسلمين، لما عمل شيء. هارون الرشيد رأسا شكل جيشا واتجه إليه، حسب الظاهر الناس بيقولوا لك 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 هارون الرشيد الجماعة قاعدين نايمين ومستريحين عم يحاربون، لك ليش عم يحاربون؟ ده مو هيك. نعم، الأمر ليس كذلك. نعم، العراق ماذا؟ هي التي قاتلت أمريكا، هي التي اتجهت إلى مقاتل صدام، هو الذي فعل ذلك. نعم، وضعت الخطط الخفية والمعلنة وما إلى ذلك من أجل أن يختلقوا سببا ولو شكليا
المجيء من هناك إلى ديارنا من أجل وضع أيديهم على حقوقنا وممتلكاتنا، ومن أجل أن يمنعوا هذه الدولة التي انطلقت انطلاقتها من أن تصل إلى النهاية. نعم، الدولة العربية الوحيدة اللي بنت نعم مفاعل نووي العراق. نعم، فينبغي أن نعلم من الذي يكيد ومن الذي يجاهد نعم للدفاع عن الإنسانية والدفاع عن القيم. هذا معنى قوله عز وجل: في قلوبهم مرض، ثم قال: فزادهم الله مرضا. طيب يا ربي، لماذا في قلوبهم مرض؟ زدتهم مرضا على مرض. نعم، فزادهم الله مرضا. هل كانت هذه الزيادة ظلما من الله عز وجل لهم؟ معاذ الله. كيف؟ طيب كيف؟ لكن كيف عم يقول فزادهم الله مرضا؟ المرض الذي في قلوبهم ذكرته لكم تمثل وأنتج وقوفهم موقف الإسلام في حقائقه الاعتقادية والسلوكية، موقف المعادي في الباطن وموقف المؤيد في الظاهر. طيب، كل الحقائق الإيمانية التي كانت قد تنزلت إلى نزول هذه الآية أو قبلها أنكروها في الباطن وتظاهروا بالإيمان بها في الظاهر، لكن الباري عز وجل في كل يوم يزيد الحقائق الإسلامية، إن في معتقدات الإسلام أو في الأحكام السلوكية. فكلما تلقى المسلمون حكما إسلاميا جديدا من أحكام السلوك وقفوا منه موقفا جديدا، موقف التربص، وكلما جاءهم معتقد جديد في باب المعتقدات الإيمانية التي ينبغي أن يعلموها أضافوا هذا المعتقد الجديد إلى قائمة كيدهم لها في الباطن، في الباطن. طيب، إذن إنكارهم للعقائد يتسع، ومعنى ذلك أن مرضهم القلبي المتمثل في إنكار الإسلام هو الآخر يتسع، وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى نعم ابتلاهم بمزيد من الحقد من عنده رأسا، أو ابتلاهم بمزيد من حب الدنيا والمال رأسا. لا، طيب، هؤلاء أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اختاروا لأنفسهم النفاق، أحكام العقيدة الإسلامية مختصرة كانت، إنكارهم للعقائد حجم ضئيل. كل ما ازدادت مبادئ العقيدة الإسلامية ازداد إنكارهم معها. إذن هذا المرض معناه زيادة إنكار المنافقين للعقائد الإسلامية. كانت مسائل العقيدة 10-12 مسألة، فمرضهم تجلى في إنكارهم لهذه العشر مسائل، مرة ثانية منقول في الباطن حتى يختلفوا عن الكافرين. طيب، بعدين صاروا 20، هل 10 الثانية لجت كمان أنكروها ولا لا؟ إذن مرضهم الذي كان هكذا شو صار؟ هذا المرض هل جاءهم من عند الله أم هم اختاروه لأنفسهم؟ اختاروا، لكن ربي عم يقول فزادهم الله مرضا. لماذا؟ أي لأن الباري عز وجل وسع أحكام الشريعة الإسلامية ووسع المعتقدات التي ينبغي أن يعرفها المسلمون، فكان هذا الذي وسعه الله عز وجل سببا لازدياد مرض هؤلاء المنافقين. هذا معنى قوله تعالى فزادهم الله مرضا. ولكن هل هذا يعني أن الله لو شاء أن يبتليهم بمزيد من الاستكبار وبمزيد من الحقد والضغائن هل يكون ظالما؟
هل يعني يمارس شيئا لا حق له فيه؟ معاذ الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مولانا وخالقنا يملك أن يفعل بنا ما يشاء. نعم، فممكن المستكبر الذي رفض الإقرار بحقائق الإسلام استكبارا، ممكن ربي عز وجل يبتلي بمزيد من الاستكبار مشان حتى يعمي أكثر، وممكن بقى كمان بسبب هذا الاستكبار يقفل نوافذ قلبه يفعلها. إن فعلها هل يكون ظالما؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا أبدا. نعم، بل هؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم في هذه الحالة. نعم، هذا معنى قوله تعالى فزادهم الله مرضا، ثم قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يتوعدهم بالعذاب الأليم يوم القيامة بقى بما كانوا يكذبون بسبب افتراءاتهم على الحق. المراد ما الكذب أيها الإخوة؟ الكذب هو أن يخبر الإنسان عن خلاف الواقع الذي يعرفه، هذا هو الكذب. قيل لك هل صليت الظهر اليوم؟ قال نعم، وهو يعلم أنه لم يصلي ولم يصلي، هذا كذب. نعم، لكن لو كان نسيان قالوا له صليت الظهر؟ قال إيه والله صليت، لكن هو نسيان، ظن أنه قد صلى وهو في الواقع ما صلى، هذا لا يسمى كذبا، لا يسمى كذبا. نعم، إذن الكذب هو أن يذكر الإنسان شيئا يعلم أنه خلاف الواقع، ربما كان هذا الشيء الذي يذكره مما نؤمن به، وهذا شأن المنافق، مما نؤمن به. نعم، يعلن عن إيمانه بالله، هو يقول أنا مؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تقول له كذبت، واحد يقول أعوذ بالله، شو عم يقول كذبت؟ لكن عم تكذبوا بعم يقول لا إله إلا الله. نعم، شو يعني كذبت؟ يعني أنت تكذب في دعوى إيمانك بهذا الحق، هو حق لكنك تكذب في دعوى إيمانك. ماذا يقول الله عز وجل؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. نعم، الباري بالأول شو قال مشان ما يصير هذا الوهم عندك؟ قال والله يعلم إنك لرسول، أكيد أنت رسول ما لا شك في ذلك، لكن فلتعلموا أن الله يشهد أن هؤلاء المنافقين كاذبون. نعم، إذن الكذب ليس هو أن يجتهد الإنسان في الإخبار عن شيء ثم يتبين أن هذا الشيء لم يكن كما أخبر، لا، هذا مخطئ، تقول هذا إنسان أخطأ فيما روى. ولكن الإنسان الذي يعلم أنه ينطق بخلاف الواقع هذا يسمى كاذبا. نعم، وهذا معنى كلام الله عز وجل هنا ولهم عذاب أليم. لماذا؟ بما كانوا يكذبون، كانت ألسنتهم تنطق بالحق وهم يعلمون أنهم يكذبون في هذا، يعلمون أن قلوبهم تنكر ما تقوله ألسنتهم. نعم، هذا المعنى يبينه لنا بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب، الباري عز وجل في بعض الأحيان في بعض الآيات يبين أنه ممكن المنافقين ربي عز وجل إن شاء غفر لهم وإن شاء عاقبهم. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ بل كيف نجمع بين هذا وقوله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ أما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهذا إخبار وقرار، وإخباره لا يلحقه خلف، ما بيصير والعياذ بالله كذب. أما
قوله لك أنه المنافقين ربما غفر لهم وربما إن شاء غفر لهم وإن شاء لم يغفر لهم. في القرآن عدة آيات، آيتين أو ثلاثة بهذا المعنى. نحن من طبعا ليش لما المنافقين يوم القيامة يعذبون، هل يعني يعذبون بقرار خارجا عن إرادة الله؟ لا، يعذبون بقرار صادر عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل بالنسبة للفراعنة وللطغاة يفعل ما يشاء بهم، إن شاء أن يغفر لهم يستطيع أم لا؟ يملك ذلك، نعم، لكن قراره الذي قضى به ألا يغفر له، نعم. فهنالك إعلان عن أن كل ما يريده الله يقع وما لا يريده لا يقع، هذا شيء ينبغي أن نعلمه في حق المؤمنين والكافرين. وأما قرار الله عن الذي اتخذه في حق المنافقين فهو أنهم يعذبون عذاب الكافرين يوم القيامة، بل عذابهم أشد من عذاب أولئك الكافرين. ثم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بدأ البيان الإلهي يوضح لنا أن هؤلاء المنافقين لا يكتفون بأن يضمروا الكفر ويظهروا الإيمان ثم يسالموا المؤمنين، لا، بل يمعنون في بث عوامل الفساد في المجتمع دائما، وهذا هو ديدنهم، لأن مرضهم يدفعهم إلى ذلك، الحقد يدفع إلى هذا. عبد الله بن أبي بن سلول عندما قال في غزوة المريسيع نعم ما نرى نحن وجلابيب مكة إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا الكلام نابع من ماذا؟ من حقد، من ضغينة، نعم. وجد أن المسلمين نعم على شأنهم، ووجد أن سلطانهم هيمن على المدينة المنورة، والنار عم تلتهب بين جوانه، كان هو بيحب يصير هيك، نعم، فقال هذا الكلام. هذا الحقد يدفعه إلى أن يفسد في الأرض وأن ينتهز الفرص ليثير عوامل الفتن المختلفة، نعم. سنشرح هذه الآية والتي تليها، هذا الدخول بقى في أعمال المنافقين وأنواع فسادهم وما إلى ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة العافية التي تمتعنا بها، ولك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وأنت تعلمها، ولك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت ربنا المتفضل علينا بكل ما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في هذه الليلة الغراء في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا شريك له، نسألك بأسمائك الحسنى كلها، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك،
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تأخذ بنواصينا جميعا يا ربي إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا جميعا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا عين عنايتك يا أرحم الراحمين، وأن تجعلنا جميعا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا جلال والإكرام. اجعلنا يا ربي من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. اللهم أنت كريم لا حد لكرمك، أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بالعافية، أكرمنا يا ذا الجلال بالصفح الجميل، أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما، أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بأن تجعل بلدتنا هذه المباركة بلدة مكلوءة بعين عنايتك، مكلوءة بحراستك وحمايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينك يا ذا الجلال والإكرام وشرائعك، وأن تطهرها بكل من يريد سوءا بدنياها أيضا يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، لا تتخلى عن عبادك. نحن عبادك الذين أقروا بالتقصير، أقررنا بالتقصير والإساءة يا ذا الجلال والإكرام، ولكن فقراء ضعاف لا نملك شيئا، أنت المسير ومنك التوفيق كله، فنسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن لا تقطعنا عنك بقواطع هذه الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير يسير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعبادك هؤلاء الذين وفدوا إلى بيتك هذا وسعدوا بالإصغاء إلى كتابك وسعدوا بمعرفة كلامك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام أن تصلح حال سائر المسلمين في هذه البلدة، لا سيما قادة المسلمين، خذ بنواصيهم إليك، املأ قلوبهم انشراحا والتزاما بأمرك وهديك يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا أرحم الراحمين. كلنا عبادك الفقراء إليك، الواقفون في أعتابك، الملتصقون بباب كرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن قد وضعنا بين يديك ودائعنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، فنسألك اللهم أن تستجيب دعانا وأن تحقق رجاءنا وأن تفرج عنا فرجا قريبا قريبا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.